سعيدة جدا اليوم بالمشاركة في الملتقى 16 لشبيبة العدالة والتنمية. هذه الشبيبة هذه اللي عبرت على واحد الدينامية بالرغم الظروف ديال الحجر الصحي والانتشار الوباء، ولكن تأبى إلا أن تؤطر وتساهم في تأطير الشباب وأن تفتح فضاء ديال الملتقى ديالها لعموم المواطنين خلال النقاش السياسي العميق لمختلف القضايا اللي كيعرفها المغرب. ونحن اليوم في حاجة فعلا لهذا النقاش السياسي العميق والرصين في ظل خفوت النقاش السياسي اللي للأسف ما كتعرفوش البلاد. طبعا الموضوع ديال اليوم كان حول المبادئ المنهجية المؤطرة والمبادئ الفكرية المؤطرة لحزب العدالة والتنمية. كان نقاشا عميقا رصينا مع الزملاء الأعزاء، يبين بأن حزب العدالة والتنمية عنده أسس فكرية ومنهجية متينة طورها عبر الممارسة السياسية، وهذه الأسس الفكرية دائما كان حولها نقاش من وعبرت عنه الأطروحات ديال الحزب العدالة والتنمية، ويحتاج كذلك لتطوير ولفتح مجالات للنقاش حول مواضيع لم تشملها أو لم تشملها بالدقة اللازمة، سواء الوراقة المذهبية والأطروحات المرتبطة بحقوق الإنسان والمرأة وغيرها من القضايا. وأعتقد أن المحطات المقبلة ديال المؤتمر، المحطات التنظيمية المقبلة، ستشكل بالإضافة لهذا الملتقى فرصة لفتح النقاش وتعميقه من ناحية الفكرية في هذه القضايا.